الكاتشب اساسا من الحاجات اللي بتدخل حامض، بيدخل فيها حامض الخليج وبيدخل فيها سكر او محليات صناعيه. دي في الكاتشب، دي من اخطر ما يمكن مع التفاعل مع الصبغات اللي هي الموجوده الحمراء مع المركبات اللي هي افرزتها البكتيريا وافرزها الفطر. برضو تحميل على الكبد باستمرار، اي جسم مليان سموم باستمرار، فكل دي مجموعه سموم دخلت مع بعضها، المقليات مع منتجات الطماطم اللي هي الملوثه دي بتؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، وفي كثير من المركبات ممكن تسبب للقولون كانسر او اورام قولون او تكيسات في القولون. لازم نبقى عارفين ان هي سموم، هي مجموعه سموم بالاضافه للون اللي انت بتحطه في الاكل بس كلون.